مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الرياضه اليوم. أكمل المنتخب البلجيكي عقد المتأهلين لربع نهائي كأس أوروبا بكرة القدم للسيدات بفوز الثمينة على نظيره الإيطالي بهدف دون رد لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة. ففي اللقاء الذي أقيم على ملعب أكاديمي ستاديوم في مدينة مانشستر الإنجليزية وبعد شوط أول سلبي نتيجة، نجحت البلجيكيات في التقدم بالنتيجة مع بداية الشوط الثاني عن طريق لاعبة خط وسطهن تينا دي سيجني في الدقيقة 49. وفيما تبقى من وقت ورغم محاولات المنتخبين إضافة المزيد من الأهداف، فإن النتيجة بقيت على حالها حتى النهاية، ليرفع المنتخب البلجيكي رصيده لأربع نقاط في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن منتخب فرنسا المتصدر والمتعادل في نفس الجولة مع أيسلندا بهدف لهدف، ليرافق منتخب بلجيكا نظيره الفرنسي لدور الثمانية. نعم مشاهدين، الحديث أكثر عن كأس أوروبا بكرة القدم للسيدات ينضم إليه من السعودية الناقد والمحلل الرياضي الكابتن حسين هنداوي، ومن الجزائر الصحفي الرياضي الكابتن حذيفة حامدي. أهلا وسهلا بكم ضيفاي الكرام على شاشة اليوم. لو بلش من عندك حسين، مساء الخير حسين، خلينا نتحدث عن الدور الأول من البطولة اللي اختتم بتأهل طبعا 8 منتخبات من بطولة كأس أوروبا للسيدات للدور ربع النهائي. نبلش بالمجموعة الأولى حسين، المجموعة الأولى شهدت تأهل منتخب إنجلترا مستضيف البطولة ومنتخب النمسا على حساب كل من النرويج، النرويج طبعا من المنتخبات القوية في القارة الأوروبية، وعلى حساب أيرلندا الشمالية. كيف شفت تأهل إنجلترا والنمسا من هذه المجموعة من المجموعة الأولى، وهل بالفعل استحقت تأهل حسين برأيك؟ مساء الخير كابتن سومر، ومساء الخير على جميع المشاهدين. سعيد طبعا متواجد معك دايما. طبعا زي ما تابعنا البطولة بدأ قوية رغم غيابات طبعا الكورونا اللي مصر على جميع الفرق. المجموعة الأولى زي ما انت قلت انجلترا نمسا النرويج ايرلندا، انجلترا قدرت بسهولة انها تصدر المجموعة ب3 انتصارات متتالية، جايبة 14 جون في 3 مباريات. يعني النرويج، يعني خروج النرويج كان طبعا حاجة مفاجأة للجميع، على أساس أن النرويج في كرة القدم للسيدات معروف أنها من أقوى الفرق الأوروبية وعندها لعيبة بتلعب في دوريات محترمة، فكان خروجها هو مثابة الصدمة. يمكن أثر عليها برضو موضوع كورونا، يمكن أثر عليها الطرد اللي حصل في كذا مباراة، بس يعني أعتقد أن النمسا كانت تستحق التأهل على حساب النرويج. يعني المباراة اللي كانت بينهم هي اللي فصلت صعود النمسا بدل النرويج. النمسا قدرت تفوز 1-0 على النرويج وتصعد وهي إنجلترا للمرحلة الثانية. طيب حسين، قبل ما انتقل عن كابتن حذيفة، برأيك المنتخب الإنجليزي بهذه النتائج المبهرة الحقيقة بالدور الأول، يعني نجح بتحقيق انتصارات عريضة وسجل 14 هدف ولم تتلقى شباكه أي هدف وتأهل للدور ربع النهائي بالعلامة الكاملة، هاي النتائج برأيك حسين هل ترجح كفة المنتخب الإنجليزي للتتويج بلقب هاي البطولة، خاصة أنه بيستضيف البطولة على أرضه وهو يلاقي هذه الأثناء منتخب إسبانيا في الدور ربع النهائي بمباراة صعبة؟ بالضبط، من العوامل اللي تخليك ترشح منتخب زي انجلترا، منتخب انجلترا كسب النرويج 8-0، كسب بعدها ايرلندا 5-0. الغساره التهديفيه والهجوم، حتى لو بصيت على الماتشات، لا كان في اداء في الملعب، مش مجرد بكسب، لا كان في اداء، كان في تنظيم من انجلترا. العامل الثاني طبعا عامل الارض والجمهور، البطوله بتتلعب في 8 مدن انجليزيه، عامل ارض حافز قوي جدا للاعيبه انجلترا ان هم ياخدوا البطوله، زائد ان البدايه القويه دايما بتديك دفعه للي جاي. ماتش اسبانيا اللي جاي طبعا مش هيبقى سهل، يعني اسبانيا من الفرق شفناها، يعني هي صعدت تاني بعد المانيا، فريق منظم، فريق بيلعب كوره كويسه، قدر يصعد يعني بعد منافسه مع الدنمارك. اعتقد ان يعني الماتش ربع النهائي مش هيبقى ماتش سهل، لكن ما زالت كفه الانجليز ارجح واقوى قدام فرنسا. طيب بالانتقال لعند كابتن حذيفه، اول شيء مساء الخير كابتن حذيفه، طبعا منورنا بتواجدك معنا للمره الاولى على قناه اليوم. كابتن حذيفه، ايضا بدي قراءتك لتاهل انجلترا والنمسا عن المجموعه الاولى للدور ربع النهائي.
تحية عطيرة لك أستاذ سومر، لمتابعي قناة اليوم ولمتابعي برنامج الرياضة اليوم. الحديث على المنتخب الإنجليزي هو الحديث على قادة كرة القدم النسائية، هو فريق كبير جدا المنتخب الإنجليزي، وما حققه من صعود إلى ربع النهائي هو بجدارة، لأنه مباراة أمام النمسا فاز بهدف وحيد، لكن تدارك بثمانية أمام النرويج وخماسية أمام إيرلندا. بريطانيا أو إنجلترا هي مهد كرة القدم في العالم، وهذا ليس غريب على المنتخب الإنجليزي، خاصة العنصر النجمي الذي أبهر الجميع بنوادي مثل نادي وستهام. لديه نجوم كثيرة المنتخب الإنجليزي، أو نجمات كثيرات في المنتخب الإنجليزي، قدموا الكثير في هذه الدورة وفي المباريات. نعم، طيب حسين، بالعودة لعندك مرة تانية، خلينا نتحدث عن المجموعة الثانية اللي شهدت تأهل كل من ألمانيا وإسبانيا. طبعا المنتخب الألماني حسين مثل ما بنعرف جميعا هو صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بهي البطولة برصيد 8 ألقاب، وهو يسعى لإضافة لقب جديد لخزائنه، ونجح بالخطوة الأولى بتصدره للمجموعة بالعلامة الكاملة وتأهله للدور ربع النهائي رفقة منتخب إسبانيا. أيضا كيف حسين برأيك شفت تأهل ألمانيا وإسبانيا عن هذه المجموعة؟ يعني نظرين على الورق، ومن قبل بداية ماتشات المجموعة كان معها يعني على الورق معروف إن ألمانيا هتصعد وهتصعد مستريح كمان، يعني منتخب كتاريخ عريق في الكرة النسائية، حتى المنتخبات كانت معها في مجموعة إسبانيا والدنمارك وفنلندا كتاريخ وحتى أسماء اللعيبة ممكن مش قد ألمانيا. ألمانيا قدر بسهولة تكسب 3 ماتشات، حصلت على 9 نقاط كاملة. برضو أسبانيا ما دخلش فيها ولا ألمانيا ما دخلش فيها ولا هدف، يعني جايبة 9 أهداف والشباك لم تهتز في ولا مباراة. برضو يعني بعد متابعة مباراة ألمانيا، لا عندها تنظيم دفاعي رهيب، عندها هجوم قوي، يعني المدرب على الخط فاهم هو بيعمل ايه. من أسماء المرشحة وبقوة من قبل بداية البطولة وبعد الدور الاول، اعطت انذار لجميع الفرق الكبيره ان المانيا داخله البطوله بتنافس وتتاهل للقب. اسبانيا طبعا لحد اخر جوله كانت في منافسه مع الدنمارك، يمكن اللي رجح كفتها عن الدنمارك، يعني هي صعدت ب6 نقاط، كان الدنمارك 3 نقاط، الفرق 3 نقاط ده هو هي المباراه اللي بينهم. اسبانيا قدرت تفوز على الدنمارك ب1-0، يعني هدف اهلك للمرحله الثانيه. اسبانيا برضه ادت اداء كويس، يمكن الدنمارك حاولت، لكن الهدف اللي جابوه في الدنمارك هو كان السبب انه يؤهلك مع المانيا. نعم، يعني بالنظر للاحصائيات حسين، يعني بنلاحظ انه منتخب انجلترا مثل ما قلت لك قبل شوي ومنتخب المانيا هم الاكثر يعني حصدا للنقاط وحتى الاهداف في الدور الاول، يعني ممكن نشوف هالفريقين بالنهائي بظل يعني ادائهم المميز بالدور الاول كابتن حسين؟ لو هتبص مش بس جايبين اهداف، لان تبص لفرق الاهداف، يعني انجلترا بلس 14 جايب 14 جول ما دخلتش فيها ولا جول. تبص برضو لناحيه الدفاع نفس الموضوع بالنسبه لالمانيا، جايبه 9 اجوان ما دخلتش فيها ولا جول. يمكن لو اللي قريب ليهم ممكن تتكلم على السويد، السويد برضو عامله اداء كويس، جايبين 8 اهداف دخل فيهم هدفين، لكن اللي منورين قوي في البطوله لا طبعا انجلترا والمانيا، يعتبروا بعد نتائج الدور الاول هم المرشحتان الاوفر حظا للوصول للنهائي طبعا. نعم، طيب كابتن حذيفة، ايضا بدي يعني وجهة نظرك بتأهل كل من المانيا واسبانيا عن المجموعة الثانية. نعم استاذ سومر، نعم، المنتخب الالماني قدم اداء رائع في المباراة الاولى امام الدنمارك، وفاز على اسبانيا بهدفين، وفاز على فنلندا بثلاثية. منتخب ألماني لعب كرة جميلة في دور المجموعات، سيكون في الربع النهائي أمام فريق عنيد وهو فريق النمسا الذي تأهل رفقة فريق إنجلترا من المجموعة الأولى. المباراة ستكون جدال بين الفريقين، وتكون معركة
تكسير عظام، لأنه مستويات متقاربة جدا، خاصة أن المنتخب الألماني أبان على مستوى كبير. لاعبات المنتخب الألماني كانوا الأكثر حضورا في المباريات السابقة. وفيما يخص المنتخب الإسباني، المنتخب الإسباني معروف أنه عنده لديه نجوم أو نجمات منتخب إسبانيا، معظمهن من فريق برشلونة، يلعبون كرة جميلة، كرة متقنة، يسجلون أهداف بفكر هجومي رائع. هذا ما رأيناه في منتخب إسبانيا في دور المجموعات. نعم. طيب كابتن حسين، أيضا بالانتقال للمجموعة الرابعة اللي شهدت أيضا تأهل منتخب السويد، اللي أيضا قدم مستويات مميزة بالدور الأول، بالإضافة للمنتخب الهولندي حامل اللقب، حامل لقب النسخة الماضية أيضا، يعني بعتقد تأهل كان منطقي حسين. يعني من قبل برضو من قبل بداية الماتشات كان من المتوقع ومن المنطقي ان تلاقي السويد وهولندا هم الاسبان الابرز في المجموعه، يعني سويسرا والبرتغال تاريخهم في الكره النسائيه مش طبعا مش زي هولندا. هولندا حملت اللقب طبعا، السويد ادت اداء محترم في الثلاث ماتشات. يعني السويد وهولندا فازوا في مباراتينهم على سويسرا والبرتغال، وتعادلوا في المباراه اللي كانت بينهم، تعادلوا 1-1. يعني كان اعتقد كان ماتشات سهله، يعني لو شفنا نتائجهم، السويد كسبت سويسرا 2-1 وكسبت البرتغال 5-0، هولندا كسبت سويسرا 4. يعني المباراه ما كانتش صعبه، حتى نتيجه المباراه اللي كانت بين البرتغال وسويسرا كانت تعادل 2-2. يعني كان ادائهم دون المستوى الفرقتين، وكانت مجموعه سهله بالنسبه للسويد وهولندا. نعم. طيب حسين، يعني برأيك، يعني حسب أداء المنتخب الهولندي ورؤيتك لأداء الطواحين الهولندية بالدور الأول عفوا، هل باستطاعة فعلا المنتخب الهولندي الذهاب بعيدا بهذه البطولة؟ طبعا هولندا من دور المرشح، هولندا ستولاك. نعم، السؤال لإلك كابتن حسين، عفوا كابتن حذيفة فكر السؤال له، تفضل كابتن حسين. هولندا من الفرق المرشحة طبعا، يعني مش بس لانها حاملة الرقم، لا، يعني هولندا من الدول برضو العريقه في مجال كره القدم النسائيه، عندها اسامي قويه بتنشط في الدوري الانجليزي، من الفرق اللي لما تتكلم على البطوله لا هتحط هولندا طبعا من الاسماء المرشحه. واللي اكد الكلام ده نتائج المباريات الدور الاول، يعني انها تدوس على البرتغال تكسب 5، تكسب بعديها سويسرا، التعادل قدام السويد منطقي برضو، السويد مأدية اداء محترم، واعتقد الفرقتين يستاهلوا الصعود. طيب كابتن حذيفه، هلا السؤال لك كابتن حذيفه، ايضا بدي يعني وجهه نظرك بتاهل السويد وهولندا للدور ربع النهائي، وهل فعلا استحقت تاهل من هي المجموعه؟ تاهل هولندا كان بشق الانفس، خاصه انه تساوت في النقاط مع منتخب السويد. الفريقان او المنتخبان قدما اداء رائع في دور المجموعات، كان يستحق التأهل، خاصة المنتخب الهولندي لأنه أبان عن مستوى رائع، كرة جميلة. منتخب السويدي كان الأجدر في نيل المرتبة الأولى، ليأتي المنتخب الهولندي في المرتبة الثانية، سيلاقي المنتخب الهولندي في الدور الربع النهائي فريق فرنسا، ستكون المباراة قوية وقوية جدا، وستكون في كل التطلعات الجماهير. طيب نعم، السويد ايضا كابتن حذيفه، يعني كيف شفت اداء السويد بالدور الاول؟ نعم، السويد تاهلت بسبع نقاط، كانت مبارياتها جدا صعبه، لكن هي لعبت مباراه لمباراه، كل جوله بجوله، قدموا اداء رائع. المنتخب السويدي معروف عليه وعلى لاعباته طوال القامة والحضور المرفولوجي والقوة البدنية، هذا ما خدم المنتخب السويدي في دور المجموعات. طيب حسين، أيضا بالمجموعة الرابعة والأخيرة منتخب فرنسا يعني قدم نفسه بقوة بهي البطولة ونجح بتحقيق سبع نقاط، طبعا هو تعادل فقط بالجولة الأخيرة أمام منتخب أيسلندا، إلا أن الفرنسيات يعني أيضا يعني وجهوا رسالة أنه هن قادمين للمنافسة على اللقب. حسين،
يعني المجموعه دي يمكن نتائجها ملعبكه شويه، نتائجها قريبه شويه، ولحد يعني اخر 30 40 دقيقه من اخر مباراه في المجموعه كنتش عارف مين اللي هيتاهل مع فرنسا. لكن عموما فرنسا تعادلها الوحيد فوزين متتاليين اهلوها بجداره. يعني يمكن فرنسا ما تحطهاش مثلا من الفرق المصنفه انها تتنافس على بطوله او، لكن اعتقد ان الاداء اللي هم قدموه في الثلاث مباريات لا ينبهك ان في فرقه بتلعب كوره كويسه، ينبهك ان في فرقه عندها تنظيم في نص الملعب، عندها قدره هجوميه. فرنسا جايبه 8 اهداف دخل فيها 3 اجوان، يعني في قوه هجوميه، دفاع برده متزن. دلوقتي بعد الثلاث ماتشات بعد انتهاء دور المجموعات طبعا تحطها من الفرق المرشحه، رغم انها هتلعب هولندا في ربع النهائي. هولندا يعني على الورق اقوى طبعا من فرنسا، لكن ما زال لفرنسا فرصه، ما زال يعني طالما وصلت للمرحله دي فانت كل الاحتمالات مفتوحه. نعم. طيب حسين، ايضا منتخب بلجيكا يعني رافق منتخب فرنسا عن هي المجموعه على حساب كل من ايسلندا وايطاليا. منتخب ايطاليا ايضا يعني لم يرضي عشاقه بهي البطوله، تذيل ترتيب المجموعه برصيد نقطه واحده، وبالنظر لتاريخ البطوله حسين منتخب ايطاليا سبق له التتويج باللقب لمره واحده، كان من الممكن يعني انه يعني على القليل يتاهل للدور ربع النهائي، لكن فشل يعني امام منتخب بلجيكا بخسارته بالجوله الثالثه بهدف. يعني ايطاليا كانت طبعا من الفرق ان على الاقل تقول انها تعدي دور المجموعات، يعني ما كانش حد متوقع انها ما تغادر. يعني يمكن لحد زي ما قلت لك لحد اخر مباراه ما كنتش عارف مين اللي هيصعد مع فرنسا. يعني مباراه بلجيكا وايطاليا، بلجيكا كسبت ايطاليا 1-0 رغم المحاولات القويه جدا من المنتخب الايطالي خصوصا في الشوط الثاني، لكن فرق هدف. يعني انت متخيل لو كانت ايطاليا هي اللي كسبت وهي مع نقطه كانت هتبقى 4 نقط، تتاهل تصعد مع فرنسا. في نفس الوقت كانت مباراه فرنسا وايسلندا تعادل 1-1، لو كانت ايسلندا كسبت فرنسا كانت هي اللي هتصعد مكان بلجيكا. يعني لكن يعني هي شويه تفاصيل دقيقه، يعني جون واحد فرق عن فرقتين تانيين. اعتقد ان خروج ايطاليا برضو يعني ما كانش متوقع، يعني حتى نتائجها خسرت من فرنسا 5-1. يعني حتى الاداء سيبك من الارقام، يعني سيبك من الاداء، يعني ممكن ده يبقى وحش بس انت تقدر تكسب تاخد اللي انت عايزه المباراه، لا ده انت بتخسر وبتخسر بنتائج كبيره. فدي كانت حاجات برضو اللي كانت حاجه مفاجاه في البطوله. نعم، خاصة حسين يعني يعني مثل ما بنعرف جميعا المباراة الأولى دائما تكون مهمة لأي فريق بأي بطولة. يعني المباراة الأولى الإيطاليات خسرنا بخمسة أهداف لهدف، هالشي بعتقد أثر عليهم ببقية المباريات. طبعا أثر على الجنبين. يعني لما تبدأ أول مباراة بخسارة خمس أهداف، صدمة طبعا للعيبة وصدمة للجهاز الفني والإداري، صدمة للجمهور. يعني حتى المباراة الثانية اللي بعديها يعني اتعادلوا 1-1 مع أيسلندا، المنافس ممكن الرئيسي ليهم بعد يعني فرنسا، اتعادل 1-1 مع فرنسا، مع ان يعني المفروض ان الهزيمه انت تاخدها حافز ليك ان انت تاخد دفعه لقدام، لكن الهزيمه فعلا كانت قاسيه. يعني 5 اهداف، المباراه الثانيه اتعادل مع ايسلندا كان خلاص يعني الامل او مش الامل، العزيمه انهارت، رغم ان المباراه الثالثه كان ممكن تصعد فيها. يعني انت خسرت مباراه وتعادلت مباراه لكن عندك فرصه، لكن ما شفناش برضو الحماس اللي يخليك تموت وتصعد غير اخر 10 دقائق انت بتحاول تجيب جون. يعني ما كانش هينفع طبعا بعد تقدم بلجيكا بهدف كنت محتاج تجيب هدفين او على الاقل تكسب بلجيكا باي نتيجه، ما قدرتش ايطاليا تعمل الكلام ده. اعتقد ان في نفس الوقت نتيجه 5-1 ادت دفعه قويه جدا لفرنسا، انت تبدا بطوله باداء قوي جدا، اداء هجومي قوي جدا، وتجيب 5 اهداف في فرقه ليها اسم زي ايطاليا، هي من الحاجات اللي ادت فرنسا قوه ودفعه كتير للامام انها تكمل المجموعه بنفس الاداء ده وتتصدر المجموعه. نعم. طيب كابتن حذيفه، هل استحقت كل من فرنسا وبلجيكا التاهل عن هذه المجموعه برايك؟ نعم، اداء منتخب فرنسا جعل منها تنال الجداره، وباستحقاق حققت 7 نقاط من 3 مباريات، وهي ومنتخب البلجيكي الذي حقق 4 نقاط. منتخب فرنسا
عانى أمام المنتخب الإسلندي في المباراة الأخيرة وفاز بخماسية في المباراة الأولى أمام المنتخب الإيطالي. هذه المباراة هي التي كانت دفعة للمنتخب الفرنسي وللاعبات المنتخب الفرنسي، كانت دفعة من أجل المواصلة وتحقيق الصعود. المنتخب الإيطالي لاقى الويل أمام منتخب إسلندا وأمام منتخب فرنسا. منتخب فرنسا لم يكن بذلك المستوى الذي سيهزم به إيطاليا قبل الدورة وحسب المعطيات، لكن فرنسا أبانت وأظهرت مستويات مختلفة، لكن إيطاليا لم توفق في هذه المباريات وفي هذه الدورة وفي دور المجموعات. منتخب فرنسا كان هو الأجدر في الوصول للربع النهائي، بالإضافة إلى منتخب بلجيكا الذي لديه المهاجمة التي سجلت أكثر عدد أهداف وهي تين ديكاني ب13 هدفا، تليها مهاجمة المنتخب النرويجي كارولين غارهام ب11 هدفا. هذا هو مشكل منتخب إيطاليا، أنه واجه منتخب مثل منتخب بلجيكا ومنتخبات مثل منتخب فرنسا. منتخب بلجيكا لديه هذه المهاجمة التي سحقت كل الدفاعات وكل المنتخبات بأهدافها الرائعة. نعم، طيب حسين، بعد نهاية الدور الأول ومن خلال متابعتنا لمباريات الدور الأول، برأيك حسين ما هي المنتخبات اللي بترشحها أنت للمنافسة على اللقب؟ نظرا للأداء اللي شفناه في دور المجموعات وعوامل زي عوامل طبعا الأرض، ممكن إنجلترا طبعا المرشح الأول مع ألمانيا وهولندا، يعني هم أكبر أسامي في البطولة. وأداء برضو شفنا أفضل أداء، شفنا 14 جون دون اهتزاز أشباك الشباك لمنتخب إنجلترا، شفنا برضو 9 أهداف لمنتخب ألمانيا دون اهتزاز الشباك، شفنا أداء قوي جدا من منتخب هولندا حامل اللقب. يعني فكرة برضو أن أنت جاي حامل اللقب دي لما بتلعب ضد أي فرقة، فهو عارف أنه بيلعب ضد فرقة بطل، فرقة بتلعب على بطولة. فأعتقد أن الثلاث أسامي دول هم الثلاث أسامي المرشحين للبطولة، وأتمنى أن هم في يعني حتى في القرعة اللي بعد الدور ربع النهائي يعني يبعدوا عن بعض، يعني يقابلوا بعض في النهائي. يعني أعتقد يعني لو كملوا طريقهم هيبقى النهائي بين إنجلترا وألمانيا. نعم، يعني استبعدت فرنسا كابتن حسين. فرنسا أدت أداء كويس في البطولة، لكن برضو شخصية البطل مش موجودة زي ما هي موجودة عند إنجلترا صاحبة الأرض، عند هولندا حاملة اللقب، عند ألمانيا صاحبة كم البطولات، لكن طيب. فرنسا أعتقد هيبقى ليها دور في تحضير البطل، يعني فرنسا ممكن تقدر تخرج واحد من الكبار. طيب حسين، خلينا نشوف أيضا كابتن حذيفة. كابتن حذيفة، من ترشح لي المنافسة على اللقب بنهاية الدور الأول؟ طبعا على حسب المعطيات التي وجدناها خلال هذه الدورة، أرشح إنجلترا لأن مستوى إنجلترا هو الذي كان الأفضل، بالإضافة أيضا أتمنى أن يكون على حسب هذه المستويات التي قدمتها المنتخبات أن تكون ألمانيا رفقة إنجلترا في النهائي. وفي النصف النهائي أرشح الرباعي بلجيكا فرنسا ألمانيا وإنجلترا، ولا أرشح هولندا لأن هولندا أظن هو ستكون في مهمة صعبة أمام فرنسا. نعم، فعلا منافسات كانت مثيرة بالدور ربع النهائي. بس للتنويه ضيوفي الكرام ومشاهدينا الكرام، يلتقي هذه الأثناء منتخب إنجلترا مع إسبانيا، انتهى الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف، وسيلعب أيضا في الدور ربع النهائي ألمانيا مع النمسا والسويد مع بلجيكا وفرنسا مع هولندا. نتمنى التوفيق لكل المنتخبات المشاركة بكأس أوروبا للسيدات. إلى هنا مشاهدينا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة، وفي النهاية أشكر ضيفاي الكريمان. كان معي من السعودية الناقد والمحلل الرياضي الكابتن حسين هنداوي، ومن الجزائر الصحفي الرياضي الكابتن حذيفة حامدي. شكرا جزيلا لكما، والشكر الأكبر موصول لكم مشاهدينا. دمتم بخير وإلى اللقاء.